متجدد، دايما بيعمل حاجات مختلفة، بيغير بيطور، بلس انه بقاله فترة بيعمل حاجات للمحجبات بشكل يعني بيعمل منهم حاجات اللي هي السواري قوي والجراوند سواري، يعني بيغير حتى في القماش، كان بيعمل حاجات فيها الاستراس كتير، دلوقتي بقى بيعمل ده وده. مبهر دلوقتي كان بيعمل حاجات اللي هي الدوبياس، الحاجات اللي هي الحاجات الابرامي دي ممكن تعمل، تلاقي عنده تيار بدلة ده ما كانش عامله في الاول دلوقتي بيعمله. وهاني اصلا بصراحه يعني بيفاجئنا كل سنه. يعني هاني ليه طبع كده، اي يعني فساتين هاني البحيري بتبان حتى لو كانت فيري سامبل، حتى لو ما كانتش فساتين فرح يعني حتى اي حاجه بالنسبه لهاني دايما بتبقى مميزه. هو عنده طابع خاص بيبان في شغله الحقيقه. وقبل كل حاجه انا عايزه اشكر امينه شلبايه لانها قالت كلام حلو قوي عن الفستان بتاعي اللي هو كان في الافتتاح، فانا بشكرك يا امينه لان انت ذوقك حلو وراقي جدا جدا جدا، ميرسي على ذوقك الراقي ده. هو عنده ستايل معين يعني منفرد بيه، الفساتين الفرح بيعملها حلو قوي، السواريهات بيعملها حلو قوي، واعتقد كل واحد بيروح له بيعمل له على حسب اللي ليه عليه. فهو انا سعيده ان هو بقى بيعرض عالميا، يعني هاني مميز وليه بصمته، ودايما حاجته الناس كلها بتسال عليها دي لابسه من عند مين الديزاينر، لا وعلى طول مشرفنا يعني ورافع راسنا بصراحه. يعني شغل هاني البحيري تقدري تقولي ده فستان هاني البحيري من غير ما يعرف، يعني هو ليه ستايله وليه التاتش بتاعه اللي بتعرفي تميزي بيه شغله باختلاف الديزاينز كلها. دي حاجه. تاني حاجه هاني مريح جدا وليه وجهه نظر جامده، وفي نفس الوقت بيريحك نفسيا، فالموضوع ما يبقاش اللي هو يعني انت مش متنشره، بالعكس انت نازله من بيتك حاسه ان انت ملكه، حاسه ان انت اميره. هاني مختلف، التيست بتاعه مختلف، الشكل مختلف، الالوان مختلفه، كل مره بيطلع شكلي بشكل حتى يعني انا ببقى سعيده ان هو حريص ان هو يغيرني في كل مره.